وممثل عن المجلس المحلي، وممثل عن مجلس اولياء الامور، ومديرة المدرسة، مديرة مدرسة بنات الكبيضة الثانوية، ومديرة مدرسة الطفول البنين. ليعتنوا منصة التكريم، ليكرموا ابنائهم ويباركوا لهم جهودهم. يعني احنا كنا بنسوي لهم خطوه سابقه وكنا ندعوهم ونقول لهم تعالوا
مساهمة من الجمعية إلى دفع الفلوس الأول في الجامعة. طلاب 90 جمع 93 نعم، والطلاب جمع 93 $400، جابوا الطلاب في 80 $30، جابوا في 70 $100، جابوا في 60 $100. اللي كان 50 في $50، هذول اللي تاخر على راي الاستاذ موسى هذول اللي يتركوه. الطالب وعلي يا جماعه